ننقل بقى الناحية التانية علشان نكمل كلامنا ونشوف السيرك مليان ايه، عشان السيرك مليان بهلوانات. متحدث الرئاسة او متحدث باسم عبد الفتاح السيسي بيقولك نستهدف تبني نظام انتخابي عشان الناس تدخل الانتخابات وبلا بلا بلا. تعالوا نشوف له فيديو بقى عشان تعرفوا مين هو محمود فوزي. بس عايز اقولك حاجة، الفيديو اللي هتشوفه ده البطل فيه محمود فوزي، بس هو عمل ايه؟ هو رفض يطلع مع عمرو أديب، واللي بيقول كده عمرو تقريبا عشان عمرو بقى سعودي. هو عمرو سعودي من زمان، بس دلوقتي بقى سعودي رسمي، وانت عارف ان الناس اللي بتتكلم باسم السيسي بتتعامل مع المذيعين المصريين في القنوات المصرية، قناة القاهرة، سي بي سي، الحاجات دي. انما قناة اسمها ام بي سي ومع مذيع سعودي اسمه عمرو أديب، اطلع لا اسمع بقى المذيع السعودي عمرو أديب وهو بيشتكي من الموضوع ده. الانتخابات الرئاسية الاسبوع القادم، ناس كتير بتسالنا متى سنستقبل متحدث باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فانا عايز اقول لحضراتكم اهو على الهواء ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نصل له ونتحدث معه، ولكن حتى الان كل رسائلنا وكل اتصالاتنا مع سياده المستشار محمود فوزي لم تنجح ولم تكلل بالنجاح. طبعا هذا امر يعود لسياده المستشار وتعود لحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بس انا عايز اقول لحضراتكم اننا ما عندناش حاجه. يا عمورة، الراجل من حقه يختار اللي يطلع معاه. طب هو بيطلع في الاعلام الوطني، انت اعلام وطني؟ يعني ما تحطش نفسك في مواقف محرجة تطلع تشتكي. زودوا الغلة، خلي بن سلمان يدي السيسي شوية فلوس واتفرج. السيسي نفسه تلاقيه قاعد قدامك على الترابيزة، هيجي يقعد لك على الترابيزة كده مربع. انما انتوا مزعلينه في السعودية وعايزين يطلع معاكم في قنواتكم، لا مش طالع. ولا هيطلع محمود فوزي ولا محمود السيسي ولا هيطلع معاكم اي حد، هيطلع عينيكم.